هل فعلا كما أشيع أن أحداهن كانت زوجة متعة للسيد المحافظ؟ أنها اعترفت هي التي صورت السيد المحافظ. ما يخص هذه الآفة التي موجودة في محافظة دقار هي حقيقة فضيحة، فضيحة كبرى، لأنه عندما يكون حامية حراميها فهذه أسمعها منك سيد ياس. نعم أستاذ. أسمعها منك. نعم أستاذ جايك إن شاء الله خدمتك. الله يحفظك أستاذ. نعم معروف أنه هناك صراع ما بين المسؤولين، بين فترة وأخرى تكون هناك يعني الصفحات وهمية تتحدث عن كذا، صفحات تهديد، وكل المسؤولين في ديقار يتحدثون أنهم قد تعرضوا للابتزاز، تعرضوا للتهديد، تعرضوا لكذا، لكن لم تبلور القضية ولم يكن هناك جدية في الأمور. عندما أثير الموضوع مع السيد المحافظ مرتضى الإبراهيمي كان لديه شكوى، يعني تحدث بالصورة الصحيحة وأكد بأن الدكتور محمد هادي أو أقام دعوة على عضو مجلس المحافظة والمحافظ السابق محمد هادي وعلى الدكتور عمار الركابي. توجهت القوات الأمنية إلى الرفاعي وقامت بإلقاء القبض على الدكتور الركابي، وأعتقد السيد الغرابي يعلم بهذا الموضوع لأن قريب عليه. وبعد ذلك تم إلقاء القبض على فتاتين قاما بالاعتراف على كل الأمور اللي موجودة. شنو الاعترافات سيد ياس؟ شنو الاعترافات؟ أبرز الاتهامات بأنهن يتلقين مبالغ مالية ضخمة من قبل رؤساء الشبكة مالته في سبيل إسقاط رؤوس كبيرة في محافظة الديقار وابتزازهم، أما بالمال وأما بالاستقالة، أما أنه يجب أن تستقيل من المصرف فيه أو تدفع الأموال كذا لشخص معين فتكون يعني الأموال بهذه الطريقة. فكانت الواجهة للعملية الفتاتين التي تم إلقاء القبض عليهم. أنا أعتذر من السيد حسين الغرابي، أرجع لك أستاذ حسين بس خلي أكمل. نعم. هاي القصة الفتاتين. نعم. اللي مرتبطات. نعم. بالسيد عمار الركابي ومحمد هادي. نعم. شنو علاقتهن. نعم. بالمحافظ؟ هل فعلا كما أشيع أن أحداهن كانت زوجة متعة للسيد المحافظ؟ بالاعترافات يقال قالت هكذا صحيح؟ أستاذ نجيب يعني أنا شخصيا لم أسمع بهذا الخبر أو سمعت من خلال وسائل الإعلام، لكن كخبر يقين ليس عندي خبر يقين بهذه الطريقة، لكن على ما يبدو أن هناك يعني فيديو سرد لوسائل الإعلام هو صح خطأ السيد المحافظ يقول غير صحيح وهم يقولون صح، سرد إلى وسائل الإعلام موجود هو الفيديو حقيقي سيد ياس؟ يعني بحسب من أطلقه يقولون حقيقي، وبحسب الطرف الآخر ينكر يقول المرأة هذا يقال غير حقيقي. ولكن المرأة يقال، وهذا بصيغة السؤال، أنها اعترفت هي التي صورت السيد المحافظ بحسب المعلومات المتوفرة والذي ترشح من يعني لحد الآن أستاذ نجيب حتى نكون واقعيين، الجهات التي قامت بالتحقيق بهذا الموضوع في حالة تكتم لأنه هناك الشخوص كبيرة في هذا الموضوع عند الآن لم يشف عنها، ولسرية الموضوع ولكي لا يهرب هناك سرية واضحة على هذا الجانب. أما الاعترافات اللي موجودة بحسب ما وردنا أنهن اعترفن على الممول وعلى يعني الفيديوهات التي تم إطلاقها بحسب ما ترشحنا. السيد محافظ ديقار المحترم مرتضى الإبراهيمي، إذا كنت تتابع البرنامج الآن أنا أدعوك للاتصال على رقمي، وأنا حاولت الاتصال عليك 5-7 مرات لغرض أن تكون ضيفنا لإدلاء بالحقائق. أنا أدعوك الآن إذا أمكنك الاتصال على تليفوني أو على تليفون القناة لتدلي برأيك. نريد أن نفهم ما علاقتك بهذه المرأة وما حقيقة الفيلم اللي أنا ما قدرت أكمل منه 4 دقائق، هل هو لك أم لا؟ أرجوك، وهذا من باب الاحترام ومن باب حق الرد، أن تتصل الآن أو تبعث لي رسالة نتصل بك. إسراء، تسمعوني كنترول؟ حاول تدقوا لي على السيد المحافظ، أنا وجه لك هاي الدعوة.